السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي في قناة جيجي هاند ميد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الشنطة اللي قدام حضراتكم دي. الشنطة دي جميلة جدا، بسيطة جدا في طريقة عملها. أنا استخدمت فيها خيط الإيطان وبطنتها بالبوري. طقم الجلد بتاعها زي ما انت شايفة طقم بسيط، عبارة عن اللسان اللي هو في المقدمة دي أو الحزام اللي في المقدمة دي، ومعاه يد كروس جلد. ممكن نستودع عنها بسلسلة زي ما حضرتك شايفة كده، وتبقى ستايل تاني خالص في اللبس. زي ما حضرتك شايفة الشنطة مقاساتها جميلة جدا، عرضها 28 سنتي في 23 سنتي ارتفاع. استخدمت فيها زي ما قلت خيط الإيطان. مساحتها جميلة جدا من جوه، تعال نشوفها من جوه عاملة ازاي. ليها بطانة و سوستة داخلية، شايفة مساحتها من جوه عاملة ازاي. لو حضرتك بتشرفيني بالمشاهدة لقناتي لأول مرة، بتمنى انك تشتركي في القناة ودوسي لايك للفيديو لو الفيديو هيعجبك ان شاء الله. ويلا بينا مع بعض عشان نشوف هنستخدم ايه وهنعمل ايه، طريقة عمل الشنطة بتاعتنا هتبقى ازاي. علشان نعمل الشنطة اللي شفناها مع بعض، بيبقى عندنا الأول طقم الجلد اللي استخدمته في الشنطة دي. هو عبارة عن حزام كده بس في مقدمة الشنطة، والدراع بتاع الشنطة أو يد الشنطة فيها، هو الطقم جاي جاهز بالجنشات بتاعته كل حاجة. والقطعة الأولانية دي اللي هي موجودة في مقدمة الشنطة أو الكفر بتاعها، بتيجي برضو بالقفل بتاعها. هو بتيجي إما بقفل مغناطيس أو بقفل لف، هوري لحضرتك بيجي بشكلين يعني. طبعا هو ما كانش فيها الثقوب دي بصراحة، هو بعد ما انا جبته بصراحة خطر في بالي ان انا استغله في عمل الكفر زي ما وريته لحضرتك. يعني هو الاول ما كانش جاي لي كده، هو كان جاي لي بالشكل ده. ده الشكل التاني منهم، ده نوع تاني خالص بقفل تاني، تمام. هو كان جاي لي كده، انا حبيت ان انا ادخله جوه الشغل. وللاسف برضو انا ما عنديش الاداه بتاعه التخريم بتاعه الجلد، فانا بصراحه خرمته بالخرام عادي، بس اداني النتيجه اللي احنا شفناها مع بعض، تمام. انا عندي الهاند، تمام. انا حبيت كمان يبقى عندي هاند تانية سلسلة، ان انا احب لو اغير في الستايل بتاع الشنطة من حيث ارتدائها او حاجة، يعني لو حبيت اغير فيها. عندي كمان خيط الإيطان، انا مستخدمة خيط إيطان اسود عادي. وعندي الحلقات دي استخدمتها كبديل عن الحلقات سهلة الفتح، علشان أعلق فيها الهاند بتاع الشنطة. هي بتيجي ومعاها ال مش عارفة دي اسمها ايه، هي دي بتستخدم في الآخر علشان أثبت بيها الأسنان بتاعتها وأقفل، يبقى الشغل بتاعها يعني بشكل كويس وأقفلها. هي بتيجي بالشكل ده او بالشكل ده، يعني زي ما هنشوف بقى، هقرر في الاخر هنشوف هنستخدم انهي بالظبط في جوانب الشنطة علشان الهند بتاعها. علشان اشتغل هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل
عقدة بسيطة خالص. انا معايا هنا ابرتين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. هشتغل في البداية بالابرة الكبيرة، وده نتيجة ان الثقوب اللي عندي هنا مساحتها اكبر من الصغيرين دول. هشتغل حشو حوالين الجزء ده، فهعمل عقدة بسيطة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا ما حبيت اغير في الشكل بتاعه، مش عارفة، انا ما حبيتش ان هو يبقى لسان عادي، يعني ده هو القطعة العادية اللي محطوطة فوق الكفر كده، مش عارفة، انا حبيت ان انا استخدمه في الشغل، يعني يبقى بداخل الشنطة، مش يعني حبيت ان انا اغير في شكله. هنعمل 2 حشو في كل ثقب من اللي قدامنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك شايفه كده، في كل جزء من الاجزاء دي او في كل ثقب عملت 2 حشو. غير الإبرة علشان هنا بقى أصغر. هعمل 1 تمام، وهعمل 2 واحدة كمان، يعني عملت 1 حشو، هعمل 1 كمان. بسم الله. وهعمل 1 كمان، عملت 3 في الثقب ده كده بالمنظر ده. هكمل عادي 2 هنكمل لغاية ما نوصل لهنا. أنا بعد ما مشيت بغرز الحشو حوالين الجزء ده، قطعت الخيط، ثبت هنا وقطعت الخيط، ومنسيتش طبعا ان انا احرق الجزء الاخير منه هنا علشان ما ينسلش مني. مش عايزة اشتغل بكده، انا عايزة اشتغل هوري حضرتك من هنا علشان الغرزة بتاعتي لما اجي اشتغلها يبقى وشها لواجهة الشنطة. هنشوف ده لما نشتغل مع بعض. انا عملت عقدة برضو تانية اهي خلاص. في كل ركن هنا كنا عاملين 3 حشو، 1 2 3. هاجي في رقم 2 دي في اللوب اللي هو الخلفي او الجنب الخلفي، طبعا اي سلسلة ياريت تبقى واضحة ليها جزئين تمام. في الجزء الخلفي منها هدخل الابرة بتاعتي وهسحب الخيط وهعمل اول واحدة حشو تمام. هخلي الطرف ده معايا علشان اداريه في الشغل وانا بشتغل. في كل سلسلة من اللي قدامي في الجزء الخلفي منها هعمل واحدة حشو. زي ما احنا ماشيين بالطريقة دي، في كل جانب خلفي من السلسلة اللي معايا بعمل واحدة حشو، والجنب ده من الخيط انا مثبتاه بحيث يتدارى معايا وسط الشغل وانا بشتغل. اهو لغاية الاخر
كل جنب من الجوانب على الحزام بتاع الكفر ده هشتغله لوحده. هذا سلسلة، لسه السلسلة الأخيرة. أنا عندي واحدة اتنين، في عندي واحدة كمان اهي، تمام. لا مش في ال، هجيبها هنا. خلاص هلف الشغل بتاعي وهطلع سلسلة. خلصت الصف الاولاني وطلعت هنا سلسلة زي ما قلت لحضرتك. هشتغل دلوقتي الغرزة بتاعتنا. الغرزة بتاعتنا هلف الخيط على الابرة وهدخل في الجهة الخلفية من السلسلة هنا وهعمل نص عمود. وفي السلسلة الثانية برضو في الجهة الخلفية هعمل واحدة منزلقة. في دي هلف الخيط على الإبرة وهعمل نص عمود، وفي السلسلة الثانية هعمل واحدة منزلقة. هي دي الغرزة بتاعتنا اللي هنستمر بيها لآخر الشغل. هكمل عندي هنا نص عمود ودي منزلقة، هنكمل الشغل بتاعنا لآخر الصف هنا. أنا خلصت وفي آخر واحدة هنا، دي عندي منزلقة، عندي برضو في الجزئية الأخرانية دي هعمل نص عمود. تمام، في آخر واحدة هعمل واحدة حشو. اخر واحده معلش بتبقى صعب شويه. بسم الله. هحاول كده بالابره الارفع. بسم الله اهي، هعمل اخر واحده حشو. هطلع سلسلة والف الشغل بتاعي وهشتغل حشو على الطرف ده كله للآخر، برضو على الطرف اللي جوه من السلسلة اللي موجودة عندي. السطر اللي بعد كده يا جماعة كله هيبقى حشو على الجانب الخلفي من السلسلة اللي عندي. هعمل السطر ده وهرجع لحضرتك عشان ما اطولش عليك. خلصت كله حشو، اخر واحدة معايا هنا اهي، هطلعها حشو. هعمل سلسلة ولف الشغل للسطر بعد كده. هاخد السطر ده كله برضو غرزة حشو، بس هشتغل عادي يعني من جوه السلسلة نفسها، يعني من هنا هشتغل عادي حشو. ما روحتش ليه الجانب الخلفي من السلسلة ولا حاجة لغاية ما اوصل للآخر. تمام، حشو لآخر الصف. خلصت الصف، اخر واحدة معايا حشو اهو. تمام، سامحوني في عقدة هنا، انا ماشية مع حضرتك واحدة واحدة خالص. سامحوني يا جماعة كان في عقدة في الخيط فكيتها، رجعت معاكي. أنا آخر واحدة زي ما قلت حشو أهي. تمام،
هلف هعمل سلسلة ولف الشغل بتاعي وهعمل صف كمان حشو. الفكرة بتاعتي ان انا لما عملت الغرزة هطلع صفين حشو، وبعد كده الشغل بتاعي او الناحية الجلدي دي الوش بتاعها هيبقى العكس على الظهر، من هنا بطلع بالصف اللي بعمل فيه الغرز بتاعتي عشان يبقى شكلها باين من قدام، لان زي ما حضرتك اخدت بالك الغرزة بتاعتنا بتبان من قدام، خلاص من قدام الشغل. فانا دلوقتي هعمل الصف الثاني من الحشو برضو بنفس الطريقة اللي عملتها، يعني احنا بنعمل صفين حشو. آخر واحدة حشو سلسلة، تمام. هلف الخيط وهعمل نص عمود في الجهة الخلفية من السلسلة اللي عندي، أول سلسلة قدامي هي يا جماعة أهي أول سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وهعمل أول نص عمود، أول واحد نص عمود، والسلسلة الثانية بعمل منزلق نفس الطريقة اللي مشيت بيها في الصف اللي تحت علشان اطلع بشكل الغرزة بتاعت الشنطة بتاعتي. زي ما حضرتك شايفة دي شكل الغرزة بتاعتنا، خلاص هنكمل لآخر الصف، هنمشي بنفس. بعد ما خلصت خالص انا دلوقتي في آخر صف، احنا هنا اكتفينا بان احنا عملنا الغرزة بتاعتنا ثلاث مرات، يعني كررنا الصف اللي فيه الغرزة بتاعتنا ثلاث مرات، بين كل مرة والتانية كان في ثلاث صفوف من الحشو، علشان احصل على ده يبقى في الصف الرابع بجيبه من ظهر الشغل زي ما وريت لحضرتك. في اخر صف معايا انا هنا عندي ادا واحد اتنين، التالت من الحشو هو ده اللي هنهي بيه الشغل بتاعي في الجنب ده، يعني زي ما حضرتك شايفة كده حابة انهي معاكي، لان انا هلف الحشو ده داير حوالين الجزئية دي، علشان ده انا كده بنهي الجنب ده وهعمل الجزء التاني زي ما عملت هنا بالظبط. انا بعمل مجموعة من غرز الحشو بعد ما عملت مجموعة من غرز الحشو جيت عند الكورنر، بعتذر التصوير حصل معايا فيه مشكلة، باجي عند الكورنر هنا وبعمل اتنين حشو في الغرزة اللي في الكورنر هنا وبكمل حشو عادي وبنهي هنا. انا مشيت بنفس الخطوات في الجنب التاني، تمام. هوري حضرتك في الجزئية دي برضو نصيحة، لما نيجي نعمل بنعمل الحشو من فوق الشغل علشان يبقى باين شكله كويس، يعني هدخل الإبرة بتاعتي في الجزء ده وهسحب الخيط وهعمل واحدة حشو، تمام، وهكمل عادي خالص بنفس الطريقة اهو. عشان يبقى الشغل هنا بنفس الشكل هنا ويبقى برضو شكله كويس، لان دي تعتبر واجهة الشنطة.
هكمل بنفس الطريقة تمام، ولما هاجي هنا هعمل اتنين حشو مع بعض وهكمل لغاية اخر الصف وهنهي الخيط بتاعي. زي ما حضرتك شايفة معايا انا خلصت الغرز الحشو بتاعتي، عملت الجنبين اهو تمام. ده بالنسبة لي اللي هو الكفر بتاع الشنطة. بالنسبة لجسم الشنطة انا بدأت ب 35 غرزة سلسلة بنفس الطريقة، عملت اول سطرين حشو تمام، يعني بدأت اللي هو مجموعة من السلاسل اللي هم العدد اللي قلت لحضرتك عليه اللي هم 35، طلعت السطر الثاني حشو، بعد كده اللي بعد كده برضو حشو، السطر الثالث بدأت الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة أول ما بدأت هنا بالظبط مع حضرتك، بعديها ثلاث صفوف حشو، وبعديها صف اللي فيه الغرزة بتاعتنا اللي هي النص عمود بعد منها على طول المنزلقة، بعد كده بثلاث سطور حشو وهكذا لغاية ما وصلت للطول ده. انا عملت ارتفاع الجزئية دي او القطعة دي بما يساوي 21 سنتي اهو من الجنبين، وخليت الجزء اللي في النص مجموعة من غرز الحشو، يعني عملت كده 21 سنتي تمام، وبعدين طلعت مجموعة من غرز الحشو ورا بعض رايح جاي، وبعد كده بدأت تاني الغرزة بتاعتي والثلاث سطور حشو وكملت نفس العدد من هنا نفس العدد من هنا. انا عاملة هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بالظبط، هنا برضو عندي 8 صفوف من الغرزة بتاعتنا. حصلت على القطعة اللي حضرتك شايفاها دي، برضو جيت على الاطراف وعملتها بغرزة الحشو حواليها كلها علشان تبقى القطعة بتاعتي بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. تمام. بعد كده هقوم بتثبيت الجزئية دي هنا تمام، انا هنا كنت ماشية بالطول كده تمام، هنا بدأت بالعرض خلاص. هعمل مجموعة من غرز الحشو على الطرف ده وهقوم بتشبيكه بعد كده في الجزئية دي. طبعا انا ما هنشبكه، لا اما نشبكه بابره التنظيف عادي او بغرزه المنزلقه بالكروشيه يعني، او بابره التنظيف على حسب، بابره الكروشيه او بابره التنظيف على حسب السهل ليكي، يعني لو متمكنه اكتر باستخدام الابره وانت بتوصلي قطعتين ببعض عادي او بإبرة التنظيف الاسهل ليك. زي ما حضرتك شايفة ده شكل الجزئية دي اهو. هنقوم دلوقتي بتشبيكها هنا.
هنيجي عند الجزء اللي هو ده. بس الاول المفروض ان انا اقطع الخيط واسيب جزء منه كده، ده اللي هشتغل بيه في تثبيت القطعة دي. انا خلصت هنا، عملت قفلت الشغل هنا. هاجي بقى على الجزئية دي، هبتدي من الجزء ده من البداية خالص، وهبتدي اسحب الخيط اللي هنا على اساس ان انا اشبكهم في بعض. هشد الخيط او هلف الخيط على الابرة من تحت تاني. انا بعد ما دخلت الخيط هنا هدخله في جزئية تانية، هلف هنا الخيط اول واحدة بس تبقى صعب شوية، ان شاء الله بعد كده تمشي معنا كويس. اهو طلعته، هعمل سلسلة، هدخل او هلف الخيط بمعنى اصح، هعمل هم منزلقة وهمشي بيها عادي خالص، وهنزل الابرة. انا كده بشبك الكفر في الجزء ده، ده اول واحدة اهي، هدخل هنا الجزئية دي، بنزلها تحت، بلف الخيط عليها، تقريبا اهي بحيث يبقى باين من فوق ان انا عاملة غرز منزلقة، يبقى شكل الشغل بتاعي كويس. بنفس الطريقة هخلص وهرجع لحضرتك لما نوصل لتكملة الجزء هنا. انا بكمل معاك اهو، احنا بتريحي ايدك وانتي بتشتغلي المنزلقة وبتثبتي الجزئين مع بعض، بحيث ان الخيط ما يبقاش مشدود، وفي نفس الوقت يبقى الشغل كويس.
دي اخر واحده معانا اهي، تمام. سامحوني معلش، انا عارفه اللون الاسود صعب شويه، بس انا والله بحاول بقدر الامكان اوضح يعني الشغل بتاعنا. انا اهو عملت مجموعه من الغرز المنزلقه علشان ما تتلخبطيش الخط البداية اللي احنا كنا عملناه اللي هو سطر غرزة الحشو، اعتبريه هو المسطرة بتاعتك اللي هتمشي بيها وتشبكي الجزئين ببعض بحيث ان هما يبقوا متساويين، ما يبقاش فيه حتة طالعة حتة نازلة معاكي، تمام. هنيجي في الاخر بطلع اخر واحدة خالص وبخلي الخيط يبقى، بسم الله اهو، بصي هخلي الخيط معدي كده، تمام. هجيب الابرة وهسحب الخيط ده ليه تبقى واضحة، شايفين السلسلة هنا عاملة ازاي؟ تبقى بالمنظر ده. زي ما ابتديت من هنا بحاول انهيها بالشكل ده، هثبت الخيط من ورا وهننهي الخيط بتاعنا، تمام، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. خلصنا الجزئيه الخاصه ب الشنطه او بجزء بتاع جسم الشنطه كله، بنبتدي نعمل الجوانب الجنبين اللي هيبقوا في الشنطه بتاعتنا. هنطلع او هنعمل 14 سلسلة، في السلسلة رقم 2 هنعمل مجموعة من غرز الحشو بطريقة عادية جدا. السلسلة رقم 2 هندخل فيها بالإبرة ونعمل غرزة حشو وهنكمل بقية السطر كله غرز حشو. لغاية ما نوصل لهنا اخر واحدة هنعمل فيها غرزة حشو، هنعمل سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، تمام. مش هبتدي هنا، هبتدي في السلسلة التانية، يعني انا مش هبتدي في السلسلة دي، هبتدي في السلسلة التانية. هعمل الصف برضو كله غرزة حشو. القطعة بتاعتنا اللي في الجوانب عبارة عن غرز حشو رايح جاي، خلي بالك بس من البداية والنهاية علشان تبقى قطعة متساوية معاكي وتطلع بشكل حلو. أنا لقيت عقدة في الخيط للأسف، طبعا وارد واحنا بنشتغل بنلاقي حاجات في الخيط، عقدة او حاجة، بنحاول يعني نتفادى مشكلة زي دي. ما حبيتش اقطعه بصراحة. اخر واحدة هنا اهي، هعمل حشو، تمام، وهرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي
ده منظر. هستمر في عدد من السلاسل، في عدد انا اسفه من سطور بغرزه الحشو رايح جاي، هحصل في النهايه على قطعه بالمنظر ده. طولها هو بالظبط طول الجانب بتاعنا اللي هو هنا، يعني الجزئيه دي انا قلت بعتبرها الوش بتاع الشنطه من قدام او ظهر الشنطه، انا قلت هيبقى طولها حوالي 21 سنتي اهو. بحطها بس بحط القطعه كده، يعني لو الكاميرا موضحه معايا اهو، ده الجانب بتاعنا. وبعد ما خلصتها برضو بنفس الطريقة لفيت الشغل كله حواليها بغرزة الحشو عشان يبقى شكلها بالمنظر ده. زي ما حضرتك شايفة كده، انا هطلع مجموعة من الصفوف وهرجع لحضرتك واحنا بنعمل غرز الحشو حواليها. بعد ما وصلت لعدد معين على حسب الطول اللي انا قلت عليه اللي هو 21 سنتي من صفوف غرزة الحشو. على فكرة انا اسفة نسيت اقول حاجة مهمة، ال 14 غرزة اللي انا بدأت بيهم هم عرض الجزء اللي انا اعتبرته قاعدة للشنطة هنا. يعني احنا قلنا اشتغلنا مجموعة من الصفوف بالعرض وبعد كده اشتغلت مجموعة من غرز الحشو، تمام. المجموعة دي بيمثلوا حوالي 10 سنتي معي، تمام. علشان كده انا لما جيت اعمل الجزئية دي اللي هي بتقابل او اللي هو بيمثل جنب الشنطة، خلاص عملت مجموعة من السطور من السلسلة، عملت مجموعة من غرز السلسلة لقيتهم 14، تمام. وبعدين لما عملت غرزة الحشو بعد كده حواليهم بقت المساحة دي مساوية للمساحة دي عشان لما اجي بعد كده اشبكهم في بعض ما احسش ان عندي حاجة اقل من حاجة. معلش يا جماعة انا بعتذر مرة تانية، ما ذكرتش ليه احنا عملنا 14 غرزة معانا، تمام. هنكمل مع بعض الجزئية دي. في اخر واحدة معايا هنا هعمل اتنين في الجزء ده عشان يبقى عندي الدوران اللي هو ده. كده يبقى عندي الشغل في الدوران ده. عملت اتنين، يعني هنا كان في واحدة عملت جنبها واحدة كمان. هعمل حوالين القطعة بتاعتي كلها غرز حشو. بحيث ان قطعة الجنب بتاع الشنطة يبقى شكلها بالمنظر ده. هكملها ولما اوصل لهنا هننهي الخيط، وهيبقى ممكن تسيبي بقى جزء من الخيط بعد ما تنهي هنا خالص، هنسيب جزء من الخيط علشان لما نيجي نشبك الجناب في بعض.
اخر واحده معايا اهي خلصتها. هعمل في اخر واحده بعمل غرزه واحده بس من غرز الحشو، بسيب جزء من الخيط عشان لما اجي اشبكه. هقفل السلسلة بالشكل ده. لو حضرتك شايفة معايا، انا عندي هنا سلسلة اهي، هلف هدخل الابرة بتاعتي من تحتها كده، اخر واحدة هدخل الابرة بتاعتي من تحتها وهسحب الخيط ده كده. عشان يبقى عامل المنظر، يعني انا سحبت الخيط اهو، الخيط اهو انا سحبته تحت السلسلة كده خلاص، وهطلعه من قلب السلسلة دي، وبعدين هعديه من تحتها، يعني هطلعه من هنا وهعديه من تحتها، وبعد كده هتبت على الخيط من ورا، بحيث يبقى في الاخر عندي هنا سلسلة، ما يبقاش الشغل بالمنظر ده. هنشوفها مع بعض اهو. هاجي بقى جوه السلسلة دي، هدخل الابرة وهسحب الخيط شايفة حضرتك. الخيط ده بقى هعمل فيه ايه؟ هسحبه من جوه، هعديه من هنا بس من الجهة الخلفية، بس المهم ان انا بقى عندي هنا سلسلة، بقت الحتة اللي انا قفلت بيها سلسلة، مجموعة من السلاسل اهو متكاملة، علشان ده الركن اللي هشبكه في الجزئية دي. يبقى شكله كويس وفي نفس الوقت شغلي. هتبت بقى الخيط بتاعي ومش هنقطعه لان ده اللي هنشبك بيه. بعد كده هنيجي لمرحلة تانية، وهي مرحلة تبطين الشنطة بتاعتنا. البطانة بتاعتي النهاردة ما عملتش فيها حاجة غير سوستة بسيطة خالص، بس هسيبه بقى معايا عشان لما نيجي نحتاج الخيط ده معانا. القطعة بتاعتنا دي كلها طولها بعد ما ركبنا الجزئية دي طولها 64، يعني طولها من هنا لهنا عاملة 64 سنتي تمام. هنقص قطعة من قماش البطانة بنفس الطول. كل اللي عملته فيها شبكت فيها سوستة، بس عملت جيب سوستة تمام بنفس الطول. الشنطة بتاعتي هي هنا الشنطة عندي متبطنة. طبعا لو انت مش عايزة تعملي الجيب ده، ده شيء يرجعلك، بس انا دايما بفضل يبقى في الشنطة بتاعتنا فيها سوستة. نقدر زي ما انت شايفة حجم الجيب، الجيب اهو، تعملي فتحة هنا كده وتشبكي السوستة فيها، و بتوصلي فيها القماش. الطريقة دي ان شاء الله هبقى اصورها لحضرتك واوريها لك في فيديو خاص بيها. هي كأنها جيب بالظبط، طريقة عمل جيب بس مقفول بسوستة تمام. طول القطعة بتاعتنا طبعا هتبقى أزيد من 65 سنتي، بحيث ان انا لما اجي عامل حساب طبعا الجوانب بتاعتنا. في حاجة عندي هنا معايا هي البوري،
البوري هي مادة بستخدمها في تبطين الشنط، وزي ما اتكلمت في عنه قبل كده، هو منه نوعين، منه السميك الجامد زي ما حضرتك شايفة كده، ومنه الطري شوية. وانا في الفيديو ده او في الشنطة دي مستخدمة النوعين. الجامد منه قصيت قطعة بمساحة الجوانب، يعني عشان تبقى واضحة كده، هو بيتقص بالمتر، ده بيبقى جاي بالمتر، يعني بيبقى بتفرديه قدامك وبتحطي الجزء ده اللي احنا خلصناه اللي هو جانب الشنطة، وبتعلمي وبتقصي، بس بيبقى ده اصغر شوية من اللي تحت، يعني مش بقص بنفس المقاس او بزيادة، لا ده انا بقص بمقاس اصغر، يعني انا كمان احتمال اقص يعني اصغره كمان شوية لما اجي اشتغل. نفس القطعة او نفس المقاس هنا بقص قطعة تانية من القماش البطانة للجنبين، علشان برضو هبطن، هيبقى جزء من البوري وفي ايهم جزء من قماش البطانة. بالنسبة للقاعدة بتاعة الشنطة او جسم الشنطة كله، جسم الشنطة قلنا ان في جزئية تحت هنا بما يعادل 10 سنتي، اللي هي عبارة عن مجموعة من غرز الحشو ورا بعض طولها 10 سنتي. قصيت قطعة من البوري السميك ده بنفس المقاس اهو، انا سبت حتة زيادة علشان الجوانب بتاعتي تبقى اخدة شكل، يعني مش تبقى رفيعة، تبقى شكلها القاعدة بتاعت الشنطة تبقى شكلها متناسب مع حجم الشنطة بتاعي، يعني سبت فيه جزء بسيط. ده بيخلي الشنطة بتاعتي ماسكة نفسها، اللي هو بالذات في القواعد. هقوم بتثبيت الجزئية دي بدبابيس هوريها لحضرتك. الدبابيس دي بستخدمها هتبقى من الخلف كده، اللي هي قواعد للشنطة، كنت استخدمتها مع حضراتكم في فيديوهات قبل كده، وفي نفس الوقت دي اللي هتمسك لي الجزء من البوري ده. لو انا عملت كده، انا بحطها بس بشكل اوريها لحضرتك بتبقى شكلها عامل ازاي. الدبابيس دي بيبقى منها السميك شوية ومنها الرفيع الأقل في الحجم، وفكرتهم واحدة. دول اللي بيبقوا حتى موجودين في القواعد الجلد العادية، لما بنشتريها الطقم جاهز بنلاقي فيها دبابيس في القاعدة بالشكل ده، وزي ما وريتها لحضراتكم قبل كده بيتم تثبيتها بعد ما بدخلها، هي لها طرفين بيتفتحوا كده وبدوس عليها. انا طبعا مش عايزة ادوس قوي لان الدبوس ده يعني عشان ما يبص منك، بتكوني حريصة لما تيجي تستخدميه. تمام، هثبت القاعدة دي مع حضرتك، هوريك لحضرتك دبوس ممكن نشبكه ازاي او نثبته ازاي. انا القطعة بتاعتي اهي، عايزة القواعد بتاعتي تبقى هنا المقابل ليها هنا، حاول اوسطن ايدي عشان يبقى شكل الشغل بتاعي كويس. بحط الدبوس وبضغط ضغطة خفيفة هنا وهنا كأني باخد علامة، ببوز الدبوس بضغطه على الجزئية دي بيعمل لي زي علامات كده. بطرف المقص حاجة بسيطة خالص، هو بالفعل فتح معايا جزء منه اهو، وهعمل واحد كمان قصاده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم،
زي ما ركبت الاثنين دول على شكلهم. هنركب اللي في الجهة المقابلة. الجزء الزيادة عندي ده هقصه، يعني ده هيعمل لي مشكلة لما اجي اركب البطانة. حتة بسيطة خالص بس كده، تمام. بنفس الطريقة هاجي على الجزئية دي، بس بقى هركب، هاخد بالي علشان يبقى نفس المسافة من هنا. زي ما حضرتك شايفة انا ركبت الجزء اللي بيمثل لي القاعدة اللي هو من البوري السميك. بعد كده في عندي البوري الخفيف ده، قصيت قطعة بطول 65 سنتي، وعرض قطعة الكروشيه اللي عندي اللي هي الجسم بتاع الشنطة كله، تمام. وعندي البطانة اللي هي القماش بتاع البطانة اللي سبق واتكلمت عنه من شوية، وكان في جيب سوسته كده، تمام. كل اللي هنعمله ان احنا هنلف القماش حوالين الجزء ده، حوالين البوري نفسه يعني. انا لقيت ان في طريقة سهلة ممكن ان انا وانا بشتغل على طول اوضح جزئية بسيطة جدا عشان ما اطولش عليكي، ان انا اعمل كده، تمام، واستخدم الدبابيس بتاعتي، وبعد كده الإبرة والخيط، تمام، واشتغل اثبت البطانة بتاعتي بطول الشنطة كله. وزي ما هعمل هنا هعمل كمان في الجزئية اللي هي بتمثل الجوانب. الجوانب عندي القطعة اهي، انا صغرتها، تمام اهي، وفي عندي قطعة القماش طبعا قصها بحجم اكبر علشان ما يبقاش عندي بالنسبة لي مشكلة. هنا بقى ممكن اوري لحضرتك حاجة تانية خالص، ان انا ممكن استخدم لزق عشان يساعدني شوية في تثبيت البطانة. بسم الله، حاجة بسيطة خالص من اللزق ده، تمام. هثبت بالبطانة بتاعتي بحيث تبقى بالشكل ده، وبعدين اقوم بخياطتها على ظهر القطعة اللي بتمثل الجانب. قبل ما اثبت هنا في الجزئية اللي هي دي، اللي هنعلق فيها الشنطة او الهاند بتاع الشنطة بتاعتي. لو اعتبرت ان انا هحط ده كده، برضو اوسطن ايدي، مش هيكفي في انه يدخل كمان معانا في البول بتاعنا، ومعاه المنشاط اللي هي زي دي او الحاجات اللي بنثبت بيها هنا. ثبته كده، تمام. سامحيني ما كنت شايفاهم، موجودين اهم الاكبر. هقفل فكرة اللزق
اختياري، ممكن استخدمها وممكن لا. تمام، انا عندي الجزئيه دي اهي، هركب برضو، وبعدين طبعا هنحط البوري كده. طبعا اللزق ده بنسيبه شويه، للي استخدمه قبل كده عارفين ان ما بحط اللزق ده بسيبه شويه على ما يمسك يعني. وبعد كده هجيب القطعه دي وهستخدم الدبابيس وهثبت بالابره والخيط على قماش البطانه، وهدخل البطانه كده وانا بشتغل. تمام، دي النتيجه بتاعتي. تعالوا نشوف مع بعض بعد ما اخلص الجزئيه دي شكلها هيبقى عامل ازاي، وبعد كده هنبقى جاهزين لتشبيك الجوانب في جسم الشنطه على طول.